هذا ما افتتح حصيلة التهديف في هذا الموسم مباراة المولودية. هذه محاولة خطيرة جول 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 جول. الهدف الأول للمولودية الروسية على ركلة جزاء لفائدة فريق المولودية الروسية. فرصة ذهبية للمولودية الروسية، هل سيستطيع ركلة الجزاء تلعب بهذا الشكل؟ جول 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 جول. خافي خافي اسماعيل خافي، هذا اسم على، قلت اسم ليس على مسمى لانه اليظهر في خط هجوم فريق المولودية الروسية. سجل في مرمى الفتح الرباطي، فاز المولودية. لاحظوا من الهجمة زهير الهاشمي، هو اللي كان عطى نجيب المعتري. نجيب حذر وان الحكم شاف بانه عملية اسقاط رضا لجوش، شاف بانه رضا لجوش اسقط من طرف من؟ من طرف ايوب القاسمي. هذا اللي كان سجل امام اولمبيك اسفي باسفي، كان عدل للفريق واحد 62 بعد ما كان متاخر 1-0. الان فرصه لريدا لتسجيل هدف الثاني له بقميص اولمبيك خريف هذا الموسم. جول 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 جول. ريدا لجوج يقلص الفارق ويمنح الفرحه لانصار اولمبيك خريفكا، يمنح الفرحه لانصار اولمبيك خريفكا. لعبها في الزاويه المناسبه على يمين الحارس محمد بوشاد. الضغط على كريم من نشيب المعتلي، تمكن من التمرير. نمشي نتبعوا محاوله فرجه اليمنى العرضيه. فرصه فرصه اكتسب طبعا الخطوره بن وراء الفرصه لكارو المهدي النغمي. شوف اللمسه وشوف الاسيست، جبد الشكل من يوسف العمر اللي دخل في الجو الثالث خلق ملاحظات، هو اللي لعب هذه الكره بهذا الشكل. الراسيه متابعه من طرف نجيب كوميا، بعد هدف محقق وفرصه اكتسب طبعا الخطوره لفائده المولوديه الروسيه. والان لمسيو يريد قتل المباراه. المولوديه قلت امامه فرص ذهبيه في هذه الجوله تسديدها حتى يستغل على الطائر الاولى لاميديا كيتي. محاوله ثانيه مشات لكريم راني، فرصه الهدف القاتل. با 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 جول 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 على الطير. صابر الخنشاوي يقضي على احلام الفريق الخريبكي بهدف، واي هدف بطريقه واي طريقه، بلمسه واي لمسه، وبتسديده واي تسديده تباغت الحارس سمير الزين. ارفع الحصيله التنقيطيه 13 نقطه الى جانب النادي البركاني في المركز الاول. هذه فرصه خطيره، محاوله خطيره. هدف رابع يقصر المولوديه الوجيه على اولمبيك خريفكا هنا بملعب الفوسفات، ولعبت باي طريقه؟ بطريقه جميله ورائعه. خذ الصوره، من حقك انت اليوم عريس هذا المقابله، نجم المقابله بكل ما تحمل الكلمه. من معنا اسماعيل خافي يرفع الحصيله الاربعه ديال الاهداف.